السلام عليكم. كما كنتوا تشوفوا الفيديو هذا اللي درت لكم على مشكله اوروبا الشرقيه، يعني الناس هذو اللي جاوا من دول اوروبا الشرقيه، يعني بعد ما زادوا 10 دول كثرت مشاكل هنايا. كاين بولونيين، كاين بلغاريين، كاين تشاك، كاين رومانيين، كاين الى اخره، هنغاريا كما يسمى عندنا المجر. اليوم خونا واحد خاوتنا جا من بولندا، بولندا عنده 23 سنه، يهضر اللغه البولونيه. يعني تلاقينا هنا، عيط لي تلاقينا راح ندير معاه فيديو، نسقسو على الظروف تاعو والحياه تاعو، ومليح الانسان يعبر على شعوره. خويا السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راكم؟ والله غير الحمد لله. قاشينا قال لك انا هنايا دخلنا. نقدروا تعرفوا عليك خويا؟ يا خويا قديرو. الله يبارك. قادر كيما انا. المهم عايشين في لابولون 23 سنه. فحياه خويا. واش نقول لك؟ جيت هنا شحال عندك ملي جيت هنا يا خويا؟ عندي يومين. واش راك تشوف كيف لقيت لندن هذه؟ يا خويا راني نشوف فيها يعني من نفس الطبيعه، نفس يعني ما عندي حتى يعني فرق، يعني نشوف فيها اوروبا اوروبا. يعني ما بين الفرق غير هما يمشوا اغوش وحنا نمشوا ادروار، هذا صح. الفرق يعني. أمل واللغه ثاني. اللغه عادي كذا. وهذا لي هذا لي. مرحبا بك خويا. الله يسلمك. كنا نهضروا على موضوع الناس اللي دخلوا من اوروبا الشرقيه راهم هنا كثروا. انت واحد من الناس اللي عاشوا في بولندا. نعم. وراك هنا في بريطانيا، تقدر تقول لنا الاصل منين انت في الجزائر؟ انا من الحراج. يا خويا الكحلال يا صماج الحراج. هركات ميمونه ربي يرحمها. الله سلا سلا الحفصي قوت الحفصي قابس قابس تعرفوا تاع بوكسور تاع كحله. اي والله. عمي سليمان ميسوري تاع الجدرميه. وخلي سليمان تاع الايكيدو. الله يذكرهم بعلا بالخير ان شاء الله. كاين اللي ماتوا كاين اللي الله يرحمهم. بما ان الفيديو هذا خويا راح يشوفوك خوتنا هنا في الاوروب في كل دول العالم في الجزائر. ان شاء الله. يعني واش نقدر تحكي لنا في الفيديو هذا؟ واش نحكي لك؟ نحكي لك اللي عنده كغب تسهلوا. بصح انت عندك الجواز البولوني. عندي الجواز البولوني. عندي يعني تسهلوا. اما اللي عنده انوار لهنا يعني ما كان حتى يعني ما نبني لك ما تبني لي. مالقري كيما يقول لك يلقى خدمه. بصح ما يقدرش. ويلقى كاش بريفي ما يقدرش. تسمى ماشي يعني راح نقول لك يعني نحطمك ولا يعني مليحه اوروبا على اساس لي كوارتو ولا كواغط ولا يجي يقرا ولا هذه حاجه امور. اما تجيني هبه ودبه هكذا ومن بعد تقول لي كاين اللي تقول له هكذا يقول لك تحوس فينا. لا لا نهضر لك بالواقع يا اخي. انا نهضر لك زوج كلايم طايبين ومفرشين ماشي نديك ودا. انا عندي خبره ما نقولكش عندي خبره راهم بالك اكثر مني. على بالي واش صرا في لابولون شفتهم تما واش كاين يعني باش انا نجي لهنا ونتمرمد وما على باليش ما بما ان اخويا يعرفوك الناس تاعنا يعرفوك دركا كاش ما يعني واش تطلب انت اذا كان تحوس على خدمه؟ إيه اذا كان خاوتنا كاش خاوتنا عنده واش تقدر دير انت؟ يقدر بالك خاوتنا يشوفوا الفيديو هذا يعاونوك. تاع 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 كباب نطلع كباب وحدي نطلع كباب وشاورما وهذه الامور هذه. ولكن يا ربي يرزقني بالحلال واعطي لي خبزه نظيفه وهذا ما كان. ما تغش تدير عفسه اخرى فكره اخرى بالكش ما تبالك خدمه ولا كش ما حاجه اخرى فكره يعني مهنه ولا حاجه تقدر ديرها؟ يا خويا راني ناوي الخير وحبيت نخدم. هذا ما كان والله هذا ما كان. مش ما حبيش نتقدم ما نقدرش ندخل في التفاصيل حتى اللغه ما نعرفهاش. ها وليك اللي هذه ثاني تبلوكيني. نتمنوا خاوتنا اللي كش ما عنده يعني بوزيسيون تاع خدمه يخونا يعاون خونا لان هذا بكوارتو ولا كل حاجه غير كيما جا عنده يومين ملي جا. انسان مزوج عنده دراري على كل حال يعني نورمال هذا حاجه عاديه. لكن نتمناو بما ان هنا الخدمه صعيبه شويه راه يقدر يعاون يسمى الدل على الخير كفاعله يعني هذه هي الحكايه. لا يا خويا قال لك مد اليد ملي يدو في فاعي ما كان حتى مشكله. انا ثاني احنا عاوننا وساعدنا وبالك ربي قال لك دير الخير وانساه ودير الشر وانساه خليك المعوجه ان شاء الله. وهذه الامورات هذه تاع الخمر والغبره وزطلة هذه ما كاين والو. بيان سور مشينا على هذه الطريق وعدناها وشفنا بصح ما تخرجش والله ما تخرجش. تكذب على نفسك ودير فضيحه لنفسك ما كاين والو. انت عايش 23 سنه في 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 بولندا. اي والله. يعني واش الغربة هذه بسم انت كنحكي دائما احنا نحكوا على موضوع الغربة.
الغربه نتاعك يا خويا، تحكي لنا الغربه هذه كيف حسيت 23 سنه هذو، كيف راحوا، كيف تحس، كيف الغربه تعبر لك، كيف تفهم تفهمنا نقدروا نفهموا الغربه من عندك انت يا. الغربه انا واش راني نشوف فيها يعني ريزيك، ريزيك انت وحظك. لكن عندك كواط نقول لك يعني، لكن كاغب، لكن كاغب يعني راك درت خطوه يعني ستابيليزاسيون شويه يعني 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 كما يقول لك نروح انا نكريسك هنا نعطي له الباسبور بولوني ولا تزيري ولا ما يهمنيش. آه يعني آه روح نحوس على خدمه نوري له كواغطي. فهمتني؟ هذه الامور هذه. اما في هذه في الامر تاع اونوار يعني شو نقول لك، تبدلت القوانين، تبدلت العالم، تبدل كلش، تبدل كلش. والناس خاوتنا يجوا هنا في الفلايك هذوك مساكن يتمنوا يقول لك امر واحد اخر، يتمنوا يقول لك باللي نجوا هنا نديروا مستقبل احنا ربيع وكل واحد. لكن في كاين امور المفروض يجيب الفيزا بالك احسن له. دروكا هي دخلت هذوك ديبريسيون، هو مقهور في الجزائر، فهمتني؟ الكبار هذوك على بالهم ما حبش يدخل روحه، كي تموت وبعدين نديروا اعلان وكذا، مات فلان وفلان وكذا ونهرب. وهي هذوك هذا ياكل في هذا يعني، هو عندهم هذيك كيب يروح يدي من هذاك الزوالي يما بعث له سنستو السنسه تاعها ولا ما نعرف كيف سلف ولا منها. وما ما نوافقش اللي يقول لك لازم ينافيغي ولازم يجري على الفيزا، مين يجيبها؟ خلاص يعني كما يقول لك دمر، هذا دمر من قوة يعني نقطة الضعف تاعو. واش نقول لك؟ ديبرسيون. ديبرسيون. خلاص قال لك انا نروح، قطع الامل. اي والله والله وبي انا نروح يا هك يا هك، انا ميت له يعني نهضر لك على الطبقة هذه. قال لك انا ميت ما كاين والو، ما كاين والو، لا خدمه ولا. وهذه والدوزيام ثاني دخلت دوكا دخلناها حنايا هكذا شحنه. صح. كيفاش فلان هذاك راح قطع تبارك الله، وهذاك وهذا قدامنا وهي ما كاين والو، ما كاين والو. اسمع نعم، اللي يقول انت الهضره لاكس تاع الحراس راحت لك. انا بقول لك غير راحت بولونيا وتخلطت لي انايا لهنا وراني ندور في لندن وما على باليش كاع وراهي والله العظيم. اصح لما العراس قاسينا، لما قال قاسينا من العراس. يا ربي حل عليك. هاني لقيت هذه الفاميليا. وربي والحمد لله، والله الحمد لله. يا دي ربي ان شاء الله، نتمنى خاوتنا ليك ما يقدر يعاون خوه. يا خاوتي يا خويا بي من الفيديو شوف خاوتك في اصحابنا هنا في الغربه خاصه في لندن. يعني واش تقول للناس هذو بريطانيا اذا كان يمكن خدمه؟ والله عندك وردك انت، كل شيء صافي عندك، وردك بولوني هكو هكو. عندك الجنسيه بولونيه هكو هكو. جزائري وبولوني لا جزائري وحراشي هكذا. عندك جواز تاع الحراش؟ لا هكذا صفر وخضر، صفر وصفر وكعلى حلا مزمز اسمه مزمز هذاك اسمه تاع زمان مناد هذاك مدان والله نسيتهم كاع. والله غير نسيت، والله غير نسيت. انا انا كيف رانا نفس الحكايه. شوف خويا، شوف ربي ان شاء الله. ايما نقول لك هذه نقاطعك اسمح لي. تفضل. صلى الله يا ربي. ايه 23 سنه هذه. ايه بالك عقبت رمضان واحد. علاه؟ زوج ماشي شهر. علاه؟ دوك انا كنت عايش في هذيك اكثر من الجزائر. تدري؟ ايه يعني من المصيبه للمصيبه. علاه خير ان شاء الله خويا؟ البلاد هذيك ما كاين والو، بولونيا واش كاين؟ ما كاين والو. هكذا. ما كاين والو. ما كاين والو، واش كاين؟ ماشي والو. صافي بلادنا خير منها مالا؟ بلادنا خير منها. هو هذو اللي جاو للورا. هو علاه جاو لهنا؟ راهم جاو راه طايح لي بالبيرات وما لعلاش. شفتك بلا صورتها. خرج لهنا راه شاف لهنا شغل يعني. جنة. هو ما يقول. راني شوف فيهم صورنا واحد الفيديو ذاك نروح. الناس على بالك الناس كيما درناهم. وثاني هما معروفين على الخدمة. هكذا. خدامين هامبرو. يخدم. هامبرو. شوف اخويا انا هذا الفيديو راح يشوفه اخواتنا كما قلت لك في الغربه ان شاء الله. وانت كيما راك تعبر على شعورك يعني الغربه اسمها غربه، اسمها غربه. احنا المشكله في بولندا ما كاش كيما هنا، عندك فرص بريطانيا بالك دير فرص، تقدر دير حوايج، تقدر تعلم حوايج. والله ما على بالي راني جديد، ما على بالي. والله ما نعرف انا. احنا واش نديرو؟ والله احنا ماذا بينا الفيديو هذا يشوف اخواتنا هناك، شما واحد ينصح خدمه والله كش ما يدخلك تخدم والله. يا ربي احنا نتمناو بالحلال. يا ربي يرزقني بالحلال، يا ربي بعدني عليا بلا مصايب خاطر انا ما نقوليش هذا. فهمتني؟ ما حبيت كيما نقول لك نوكل نفسي ونوكل بنتي والعائله تاعي في الحلال. ما يدومش. صح. خلاص انا يا خلاص كيما يقول لك طبت انا يا خلاص. شوفنا وهي تشوف اكثر من الانجليز هكذا. تشوف اكثر يعني.
شوف صافي المدينه اللي كنت انا فيها ما كان حتى واحد غيرها. كاين تو انا تما ولا ما كاينش؟ ما كاين والو. دوك اللي خدم اللي حكم كواغطو واللي حكم هذو كاع راحوا خرجوا. خرجوا. دوك انت هي تخدم لي انت 150 اورو بشهر هذا ما كان. لو كيف توصل صبرك رخيصه 150 عذاب 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 هكذا عذاب عذاب على هذيك اللي هنا كي جاو يقولوا فريدوم ثلاثه فونت ولا ما عليه ثلاثه يخدم يخدم ثري بانت هكذا اللي ايه نخدم عليها بصح نباعوا هنا قلنا بشرب ولا هوملس ولا يضربوا الشرب لا 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 هما معروفين الامور هكذا لا 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 ما نديروا هما معروفين معروفين انا دروك انا كي تجيني الجمعه والسبت والحد اني اللي باش تخرج الامه من الحداده للحداده هكذا كاع هي معروفه بالفودكا اي والله بالفودكا وهذه يعني يقول لك هي الشغل داخله في الثقافه تاعهم والعادات وداخله ثاني بالك في في ديبرشن تاعهم مستراسين مستراسين ها مستراسين فبالتالي كيما قال الفراغ يحب احنا احنا مسلمين عندنا الدين تاعنا نحمد ربي نصلوا نذكر ربي هما يروح يشربها ينسى الهم هكذا وهذه كيما يقول لك جابوها من جدود من جدود هو لازم هو كي يريح ما يريحش الاز هكذا لازم يشرب اي والله فهمتني يريح لي في عرس لازم يشرب يريح لي مع على باليش في 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 حفله لازم يشرب هكذا هذه يعني ما تقولش يعني هذه عادي هذه تقريبا النقله تاعنا خلاص معنا خويا واش تزيد تحكي لنا على الناس هكذا سقسي كاين صحابك اللي يعرفوك يعرفوك عندك صحاب جماعة بزاف وبزاف هذاك الوقت راحوا الانجليز لهنا والله ما نعرف جماعه بزاف من الحراش هكذا بصح والله نعرف جماعه الحراش انت شحال عندك مع باش البلاد عندي 6 سنين هكذاك راهم عندك صحابك وحبابك يعرفوك في البلاد هنا في الاوروب في 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 كل دول العالم واش تقول لهم؟ يا خويا نسلم عليهم بالك هم شفوا عليك يقول لك بالك نسلم عليهم هذا ما كان والله بالك ربي كاش نهار يلاقينا في ساعه الخير ان شاء الله هذا ما كان وهذا عندك البرمي تاع ثما؟ ها عندي بولوني دوك نوري لك بصح تقدر تبدلو تقدر تبدلو لا لا وشنو هي؟ البرمي تقدر تبدلو هنا تاع اوروبا هنا بما ان بولونيا تقدر تبدلو هنا والله ما على بالي ان شاء الله نقدروا ننصحوكش مع اتصال خويا قديرو على كل حال خوتنا بالمناسبه هذا خونا يهضر البولونيه على احسن ما على احسن ما على احسن ما على احسن ما يرام الشاب باوليك تاعنا كيما كان يا بولوسكي يا اخي ماشي مدرعين لا لا هذا خويا 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 قويدر الله يبارك ان شاء الله خويا مرحبا بك هنايا على كل حال خويا حنا نقدروا واش نقدروا نديروا نعاونوك واش نقدروا بالنصايح ان شاء الله ان شاء الله ولي باتنا على كل حال بالك تبان لك غدوه خدمه اخرى بالك شوفوا رد باص بالك عفسه بالك بالك يا ربي رزقني بالحلال ان شاء الله رزقني بالحلال ونتمني هذا كيما انت وعنا ان شاء الله يتلاقاو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذه نحكي صراحه قال لك صراحه حكيت هبط هذه المدينه اللي فانزبري بارك شوي شويه يعني ناقص زايد هذوك هذوك غالبيه مساك اللي جاوا جدد ديجان جدد جدد هذوك لي زونسيا خرجوا من ثم لي زونسيا اللي يجي الفانزبري بارك يتحت ثم فبالتالي زمان كانت النيه يتعاونوا هذوك قليل جاوا هذو جدد هذو اسم فيهم وعليهم والانسان الثقه ما كاش بين بيناتنا تعرف الجاليه تاعنا مهمشين مسكين تطيع عليه واحد تدي يسكن عندك يزرع لك الكوار تاعك راك تعرف لا 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 صافي الناس لا 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 الناس يخافوا وعلاش يقول لك مشي بسيرتك كاين كاين الناس والله العظيم ماني ما نكذب عليك لان راني نعرف هنايا دوك ما عنديش الامكانيات ما حبيش نخلبط هنايا في ليرلوند لي بولوني عندي واحد المدينه كبيره في اسكتلندا فهمتني ها عندي ثاني لهنا بصح انا مازال يعني علاش رحبوا بيا على سيرتي والله لا سيرتي الحمد لله ما كان والو الحمد لله كيما يقول لك ما حبيش ندير الطق الحمد لله الحمد لله انت تسمى تهضر اللغه البولونيه ما كانش مشكل تهضر الفرنسيه الفرنسيه راحت فرنسا راحت راحت يعني باش باغي الفرنسيه صاحبي ما تقولي بونجور ما تقولي عليا ما كان والو دوك تعلم الانجليزيه خايف البولونيه تطلع لك لا لا راهي مركزه في عقلي هكذا علاه كنت مركز كنت مبازي عليها جان صغير وما على بالي تقرا وبازيت عليها بصح هذيك اللي راحت زيد بزيادة ما كاش لي كونتاكت مع العرب تما اللي نعرفهم كانوا بعيد عليا كاش 400 فهمتني ودوك انت درت دار وتخلطت الامور هكذا فهمتني والمدينه هذيك وحدي ربي يكون معاك ان شاء الله يكون معك شي هذوك لا يعني حسيت لها الغربه حسيت لها الغربه يعني ماشي دوك ماشي كيما لهنا في الانجليز ولا في تاع باري ولا وقال لك راح القهوه وكذا قلت لك مع صاحبه وكذا وكيف وتزير كيفاش وماشي تزير كيفاش وما على بالي ما كاين والو يعني قفص وانا تما ما كان والو هكذا ما كانش الخرجه ما كانش
عندي هذيك الخدمة الدار دار الخدمة كذا بلا ما كانوا له وبعد مع الريتم وهذه خلاص خلاص. آخر كلمة أخويا قوي دير لنا سي شوفوك يا أخويا. وش نقول لك؟ الله يلقينا بالناس الصالحين. آمين يا أخو. الله يجمعهم إن شاء الله. إن شاء الله آمين. هذا مكان. آمين. الله يبعد علينا البلا والمصيبة. آمين يا أخويا. يا ربي. آمين. فهمتني؟ آه. وش نقول لك؟ يا أخويا اللي راه متمني حاجة صالحة يا ربي وفقها. آمين وفق يا أخويا. آمين يا أخويا إن شاء الله. فهمتني كيفاش؟ ونصيحة لهذو اللي ثاني نقول لك هذاك والله مدهم. أنا ضربت 23 سنة شغل ما على باليش هك ما كان والو. ما كان والو. ربي يعطيك الخير ان شاء الله. انا راني نادم على كاين لغات بالك انا ما تعلمتش اللغه هذيك بازيت على حاجه كاين لكن الحمد لله راني بك وقتي يعني عندي شويه حظ. اه صح طبعا حظ عندي حظ عندي خدمه نقدر نخدم مع البولوني مع الجزائريين مع العرب ما كان حتى الحمد لله ان شاء الله يعني كاين كاينه فرصه بصح يا اخي انت يا راك تمرمد في روحك لهنا طامع اللي يدير لك واغط انسى قوانين تبدلت انا نهضر لوجيك قوانين تبدلت دروك انت يا تروح تكري عطي لي كاغط واش تقول له شحال مع هذا جزيري ولا فلسطيني ولا عربي ولا ما عرفش شحال راه يجودك يعني يعني انا جاب لي ربي ريح وحط الميزان والكف والميزان فهمتني وشوف وشوف وكل واحد مكتوب على مكتوب على الله والله ما نقول لك لا لا هبط لي تونس ولا لا هبط لي الجزائر ولا انا نشوف انايا فيها يعني يعني انا جاب لي ربي راح تمل ما عندي لا كغط نلقى خدمه يقول لك اعطي لي كغط نخدمك هيا تفضل وش فهمتني تعطي لي مدرح وكيفه راح تتزوج نقولوا تزوج كيف راح تتزوج فهمتني صح وهكذا ويا خويا كل واحد يعطي له يعطي له واش راه متمني غير بالخير ان شاء الله ان شاء الله في هذا المكان والله يجمعهم اجمعين خويا الله يجمعهم يعطيك الصحه خويا انا ريحنا وحدنا على بالي انا واش معناتها ريحت وحدك تحس على بالي واش وحدك تحس انا كيقول لك غربه يعني غربه صح صح انا اللي راه يضرب كان على بالي شي جماعه ويتلاقوا في طابله رمضان ويحضروا ويحضر لي شغل العين تبكي صح يا ربي قلت انا يا حبيت نلاقيك اش واحد انا تلاقينا اليوم سبحان الله ربي قال لك تمني انا تلاقينا والله غير اتمنى اتمنى سبحان الله انا تلاقينا اخويا اخويا در ورانا خوه عند ربي ربي اللهم من يا اخويا ان شاء الله سيدي وثاني كاش واحد عنده مشكل كاش واحد عنده مشكل مع بولونيا حبي يتزوج يعني هنا اخويا راني هنا نترجم له وندافع على خويا يعطيك الصحة وكان حتى مشكل والله مشاكل ولا كنت انت عيان راني نشقى اتهى الله مبارك اتهى الله مبارك والله غير نزوج يعطيك الصحة اخويا ربي يعاونك ابقى على خير اخويا عبد القادر السلام عليكم.